لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي. أقلعت هذه الرحلة منذ زمن بعيد، وقد طالت مدة المكوث في ألمانيا، فليس بوسعنا سوى اللحاق بها. وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أوتوغراف، اليوم من مدينة ميونخ الألمانية مع ضيف حلقتنا المستشار جمعة المسكري. سيد جمعة، بالبداية بدنا نشكرك أنه فسحت لنا المجال نرافقك في يوم عملك، ونحن بنعرف قديه ما كان عملك حساس وكان صعب أنه نحصل على تصريح للتصوير. ياريت تحكي لنا شوي عن طبيعة هذا العمل. في مجال التقنية المعلومات يعني أكثر المجال للتطور بسرعة جدا، يعني إذا أخذنا مثلا التليفون المتنقل الجوال من بداية الثمانينات أو الحين، يعني التطور مذهل جدا. فهذا التطور إن يحتاج إنك الإنسان دائما يتعلم الشيء الجديد وتكون في مقدمة هذه التطور. يعني بالنسبة لي يعني أساعد في تطوير هذه التكنولوجيا من خلال استشارتنا للشركات، ونحن نتعامل مع شركات فيما هذا المجال الأمن، يعني من جهة نأخذ المعلومات وإيش هي التطورات الحديثة ونعطيهم لزبائننا، ونعمل لهم يعني خطط استراتيجية للمستقبلية لأمن شبكات الكمبيوتر. عملك كمستشار بيتطلب أكيد سفر كتير، وفي أحيانا كتير ضغط وكتير سرعة لازم بالعمل. حكي لنا شوي عن جدولك اليومي. العملي هو إن زي ما يقول العمل الحديث الحين، إنه الإنسان كان إحنا مستشارين أو مهندسين مو مرتبطين بمكتب معين. هذا المكتب موجود في ميونخ كاسم هذا المكتب، من وقت لوقت أجي المكتب، لكن هو يتنقل حسب وين موجود الشركة اللي نحن نستشيرها. مثلا استشير مثلا شركة بي ام دبليو موجودة هنا في ميونخ، لكن إذا استشرنا شركة مثلا وزارات حكومية في برلين، مثلا بوندستاغ برلمان الألماني، أكون أسافر إلى برلين أو أسافر إلى هامبورغ أو إلى دوسلدورف. وفي عندنا زبائن انترناشنال يسموه انترناشنال كليينت، مثلا ايربوس موجودين مثلا في هامبورغ وموجودين في تولوز، فلازم نسافر الصباح ونرجع المساء. يعني في عندنا زبائن مثلا فودافون المركز الرئيسي موجود في بريطانيا، فنكون نسافر الصباح الى لندن المركز الرئيسي فودافون، نبقى يوم او يومين او نرجع. يعني انه عملي أكثر شيء في تنقل دائما، يعني في متنقل، لكن الحمد لله فقط في المدن الأوروبية. إذن بدأ جمعة المسكري دراسته الجامعية في ألمانيا إلى أن وصل إلى وظيفته الحالية
وتميزه الظاهر للعيان. سيد جمعة، هذا المكاني وأنجز هيدا الشيء أكيد كان مميز بصغره، فيك تحكي لنا شوي عن طفولتك؟ عن طفولتي كنت الشيء الأكثر شيء أحبه في يومي هو القراءة. يعني بدأت من صغري الحب للقراءة، وكنت أقرأ كل كتاب أحصله أمام يدي في كتب المغامرات كبديت فيها، ثم كتب المعلومات، وبديت بكتب الفلسفة والفيزياء والرياضيات، وهذا خلاني يعني أتفوق نفس الشيء في نفس الوقت في الدراسة. يعني حتى في خلال دراستي من الثانوية عملت الثاني ثانوي وأول ثانوي في سنة واحدة، يعني قفزت سنة نعم، ودخلت الثالث ثانوي على طول، يعني من أول ثانوي إلى ثالث ثانوي. متفوق جدا يعني. جميل جدا. طيب بعد ما خلصت الثانوية العامة بدأ أكيد عندك أو يمكن حتى قبل تتوضح الصورة، أنت شو حابب تعمل، شو حابب توصل، يا ترى شو كان حلمك من قبل أو من بعد الثانوية العامة؟ من الثانوية كان مجال اللي كنت أكثر شيء أحبه هو مجال الفيزياء أو مجال الهندسة. فمع انتهاء الثانوية العامة وحصلت مجموع يخلي حصول على بعثة خارج العمان أو خارج الدول العربية، فكان هناك اختيار ثلاث دول أوروبية، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا. من خلال قراءتي لكتب الفيزياء كانت ألمانيا متفوقة جدا في العشرينات عن في مجال الفيزياء يعني، فاخترت ألمانيا من أجل هذا السبب. وين بدأت الدراسة هون في ألمانيا؟ بدأت الدراسة هنا في ألمانيا في مدينة ميونخ. لما كانت أصلا الدراسة مسجلين في مدينة آخن، لكن قمت مرة في زيارة مع أصحابي إلى مدينة ميونخ وعملت تدريب العملي في شركة BMW، فانعجبت جدا بمدينة ميونخ وحولت الدراسة من آخن إلى ميونخ، ودرست في جامعة ميونخ، وثم انتقلت لتخصصي في مجال أمن شبكات كمبيوتر إلى جامعة في نوردرين فيستفالن، لكن أكثر حياتي كان هنا في ميونخ. على الرغم من البعد إلا أنه ظل متصلا بعمان هو وعائلته. سافر كثير إلى عمان تقريبا لما كانوا صغار، سنويا كنا نسافر لعمان، خاصة أنه كنا نسكن مع الوالد والوالدة يعني عند بيت الجد والجدة، ومع صغرهم بديت معهم دراسة اللغة العربية. لم يكتفي بنقل مشاعره وطموحه إلى ألمانيا، بل نقل جزءا من إرثه الثقافي وحبه للقراءة وهواية أخرى. هذه مكتبتي الجزء في الطابق الأرضي. يعني اللي عنده هيك مكتبي هذا يعني انه عاشق للكتب. نعم. احكي لي شوي عن هي المجموعه، انا شايفه عندك في كتب المانيه في كتب عربيه، احكي لي شوي عن هي المجموعه الجميله. الجزء هذه هي مجموعه من كتب باللغه العربيه عن الاسلام، عن تاريخ عمان وعن الفلسفه، وفي بعض القصص العربيه والروايات العربيه. الجزء الوسطي هذه اكثرها كتب باللغة الإنجليزية وباللغة الألمانية في مواضيع مختلفة اللي أنا أهتم فيه، من التاريخ إلى الفلسفة إلى علوم الديانات. والجهة هذه عبارة عن أكثرها كتب لزوجتي في مجال اللي هي تحبه، مثل مجال الطب، النباتات والرحلات. والجزء الأخير آخر شيء جزء عن العمل والهندسة الكمبيوتر والتصوير. ليش التصوير؟ انت عندك هوايه بالتصوير او لانه شايفه كتب كثير عن التصوير؟ نعم، هوايتي التصوير، بدات التصوير من عمري 7 سنوات تقريبا.
سبع سنوات. نعم، أيام العيد من فلوس العيد اشتريت كاميرا صينية تقريبا ما بيعادل حوالي ب5 يورو، أبيض وأسود صور، وبدأت مشوار التصوير يعني خطوة خطوة، يعني تعلمت كل شيء بنفسي من مجال التصوير. أشواقه وحنينه للوطن دفعت البعض للتعرف على ذلك الوطن الذي هام به المهندس المستشار. سيد جمعة، أنت ولدت ونشأت تربيت في عمان، شو تعلمت من بلدك؟ العمانيين أبحروا، تركوا عمان وعملوا في التجارة في البحار إلى الصين، شرق أفريقيا، إلى العراق وإيران، لكن البحار يرجع دائما إلى موطنه. طيب إذا بناخذ جهة تانية، شو تعلمت من ألمانيا اللي صلك فيها أكثر من 36 سنة؟ تعلمت من البلد هذه أنه حبهم للعمل، العمل عندهم شيء مقدس، أي عمل، مو عمل كوظيفة أو عمل كمهندس أو كطبيب، هذا شيء. والشيء الثاني حبهم للتعلم، فهذا الشيئين، إنه العمل شيء مقدس، والشيء الثاني إن الإنسان دائما يجب أن يتعلم. كثير من أصدقائي يعني يسألوا عن عمان، يعني من وين جاء عمان، ويسألوا عن عمان، إنه كثير من أصدقائي من خلال حديثي عن عمان أكثرهم سافروا لعمان. يعني إيماننا بوطننا والعمل من أجل الوطن ومن خلال يقيننا، فهذا هو طريق النجاح. شو شعورك بعد ما وصلت لحلمك، بعد ما وصلت لهدفك، لهذا الإنجاز الكبير اللي أنت عملته؟ شعرت إنه المثابرة والمعاناة إنها لم تكن هبان، وإنما أثمرت نتائجها الآن. أكثر شيء تخطر عمان على بالك؟ أكثر شيء تخطر عمان بالنسبة لي إنه في عمان نفس الشيء، الجبال قريبة من مسقط، ولما أتمشى خارج ميونخ في نهاية الأسبوع تذكرني كثير بعمان. الفرق بين جبال عمان وجبال ألمانيا، جبال عمان تخضر بعد الأمطار، وجبال ألمانيا في الشتاء تكون بيضاء. تكون بيضاء، نعم. نعم. طب أنتوا بتعملوا رياضة التزحلق؟ أولادي عمل، لكن أنا حاولت عدة مرات لكن لم أنجح فيها. هذا الإنجاز أهدي أولاً لأولادي، وأهديه لأجيال القادم العمانيين والشباب العمانيين، أن العماني ممكن بالمثابرة في أي مكان ينجز ويختم العمان ويختم البلد الموجود فيه. الطائرة التي كانت تقل جمعة المسكري بدأت رحلتها قبل 36 عاما لتعود به مهندسا ومستشارا في مجال أمن المعلومات بألمانيا، ليقول: بقدر أيام غيابي عن الوطن، ها أنا أقدم له طموحاتي القديمة وإنجاز اليوم. نسافر في المدى الميمون، لنا الأحلام ونبض عيون، نحط رحالنا أمنا، نضيء الصبحات.